بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أحبابنا المستمعين. مرحبا بكم على إذاعتكم ميد راديو، على برنامجكم نصيحة أمل. مازال كنتكلموا على علاج الخوف والفوبيا بالأملاح المعدنية وبالفيتامينات. فالخوف المرضي والتوتر والهلع كلها أعراض لسلوكات ولاعتقادات ولنقص مواد غذائية في الجسم كذلك. إذن هذا الثلاثي اليوم غنتكلموا فيه على الجزء الفيزيولوجي كيف ما تكلمنا في حلقة البارح. إذن هذا من أهم مشاكل العصر ديالنا، لأنه رغم توفر كل أنواع ديال التغذية كنلقى واحد النوع من التغذية اللي هي غير سليمة غير متوازنة، وكتجلب لنا طبيعة الحال مضاعفات صحية اللي هي مؤثرة حتى على نفسية الإنسان. فكنلقاو أنه كثرة وجود المواد الجاهزة، المواد الحافظة اللي كتخفض مستوى الفيتامينات والأملاح المعدنية في الجسم، واللي كتأثر بطبيعة الحال على القدرة ديال الإنسان على مجابهة العمل ديالو أو الصعوبات اللي كيلقاها في الحياة. فكيولي كيحس بنوع من التوتر، نوع من الخوف، وهذا علاقة فيزيولوجية، بحيث أن أهم الأسباب هو عدم عمل المواد الكيميائية للدماغ. فلما كيكون يعني الإنسان في حالة الطوارئ تيرسل الدماغ رسائل فيتامينات والأملاح المعدنية، لكن لما تلقى أنه هذا الرصيد هو رصيد ضعيف أو لا، أحيانا يكون منعدم من بعض الفيتامينات أو الأملاح المعدنية، هنا بطبيعة الحال تيوقع الخلل، وهنا تتولي كتظهر علينا حالات أو أعراض ديال التوتر، ديال الخوف، ديال شدة ضربات القلب أو التعرق أو التنمل أو مجموعة الأمور. إذن هنا لازم أننا نكون في مستوى من الوقاية وفي مستوى طبيعة الحال من العلاج للناس اللي كيوصلوا لهذه الحالات. إذا الحرص على فيتامينات مثلا B1 وB2 وB12 كيف ما تكلمنا عليه البارح لإزالة التوتر ولإزالة القلق والإعياء الشديد، هذا أمور يعني اللي هي مهمة جدا. فيتامين B المركب كيساعد على هدوء الأعضاء الداخلية وزيادة إفراز المواد الكيميائية للدماغ اللي كتساعد الإنسان على أنه يكون في حالة نفسية متوازنة. كذلك الإنسان باش يكون في حالة نفسية متوازنة لازم أنه يكون عنده فيتامين أو، لأنه فيتامين أو كيساعد على نقل الأكسجين للدماغ وتجديد الخلايا، وكيمنع تلف الخلايا بطبيعة الحال، وكيشتغل الدماغ يعني بسلاسة وفي حالته العادية كيولي. كذلك فيتامين سي، فيتامين سي ضروري جدا لعمل الغدد أو الغدة فوق الكظرية، والمواد الكيميائية للدماغ كتحتاج إلى فيتامين سي. إذن باش يزول التوتر، يهدئ الأعصاب، يحس الإنسان أنه في مواجهة سليمة مع نوبات الخوف أو لا مع توتر أو لا مع قلق، لازم أنه طبيعة الحال يحصل على هاد الفيتامينات باش ما كيبقاش عنده هذاك النوع من دقات القلب مرتفعة والعرق والخمول كيف ما تنقولوا. أحيانا تبدي يحس الإنسان براسه بحالة في السخفة، بحالة راه غادي يموت، يعني في حالة الخوف الشديد أو للهلع. كذلك الإنسان تحتاج إلى زنك، لوزنك أو الزنك والسيلينيوم، هو مهم جدا لتهدئة الجهاز العصبي. كذلك المغنيسيوم، المغنيسيوم يساعد على علاج الضغط النفسي والعصبي والإحساس بدك الشد ديال العضلات اللي تحسوا به. بعض الناس يقول لك أنا كنحس براسي يدي مشدود، حلقي مشدود، قلبي، إلى غير ذلك، عضلات العضلات ديالو كلهم تيكونوا متوترين. الكالسيوم، الكالسيوم كيتعتبر مهدئ طبيعي جيد جدا، ومن الأفضل أنه يتخذ بالليل لأنه التفاعلات ديالو كتحصل أكثر بالليل، وكيحصل الإنسان على واحد النوم هادئ إلى خداه بالليل. وإن شاء الله تعالى هاد الفيتامينات وهاد الأملاح المعدنية غادي نشوفو أين تتواجد وفين غادي نلقاوها، وفين ممكن أنه نقدروا ناخدوها بشكل متوازن باش الإنسان يبقى في صحة جيدة نفسية وعضوية، ويكون عنده يعني الباب مفتوح جدا، لأنه سنعرفه بأن الله تعالى جعل لنا مجموعة ديال الموارد ديال الفيتامينات والأملاح المعدنية، ما كاينش غير في شيء واحد لكن تتفاوت بمقدار، وهذا الشيء نتكلموا عليه إن شاء الله تعالى من بعد. معنا أول مكالمة، سيدي عبد الله من الفقيه بن صالح. ألو، السلام عليكم. مرحبا سيدي عبد الله، اهلا وسهلا. الله يبارك فيك، بارك الله فيك سيدي، الله يطول ربي يخليك. انتم بخير؟ كل شيء لاباس؟ اختي انا لاباس الحمد لله. الحمد لله. انا راه كنت نتكلم معك
أسبق لك تواصلتي معنا يا سي عبد الله. سي عبد الله، اش اخبارك؟ كيف وصلت الامور؟ لا بارك شوية. المهم عطينا واحد المعلومات على هذا الشيء، هذا دابا هو اللي كيوقع لي انا. عطينا شي معلومات الماكله ديال هذا الشيء هذا في مواجهه الفيتامينات. هو خاستي عبد الله، مرحبا مرحبا على راسو العين، اهلا وسهلا. هو خاستي هو يعني قلنا بانه غنتكلموا عليهم بشكل مفصل في الحلقات المقبله، لكن غادي نقول لك سيد عبد الله واحد يعني وصفه اولا ماده غذائيه اللي هي متاحه وبسيطه وممكن انه تاخذها يعني وتلقاها في السوق بشكل متوافر. عليك بالتمر، انا نقول لك عليك غير بالتمر. التمر راه منجم من اعظم المناجم اللي خلقها الله عز وجل للانسان. إلا خديتي يعني كيف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 ديال التمرات، إلا ما عندك شيء السكري بطبيعة الحال، إذا حتى دير تحاليل ديالك، خصوصا أن عندك مشكل في يعني في النظر سيد عبد الله. إذا إلا ما كان شيء عندك السكري، ممكن تأخذ كذلك غير 3 وترا، تأخذ 3 أو لا 5 أو لا 7. إلا كان متاح لك أنك تأخذ تمر خذو، إلا ما عندكش مشاكل صحية كتعتمد على أنه كان عندك نوع من أنواع ديال السكري من يعني الصنف واحد أو لجوج أو لثلاثة، على كل حال تأخذ تمر. التمر هو منجم للمعادن، المعادن والفيتامينات كاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول من اصطبح بسبع تمرات لم يصبه سم ولا سحر ذلك اليوم. يعني شنو المقصود سم ولا سحر؟ هنا ممكن أنه حتى السحر نقوله. علاش؟ لأنه شنو هو السحر في الحقيقة؟ السحر هو ماشي حقيقة، هو شيء تيجعل الإنسان أنه تيتوهم أنه يرى أشياء أو لك يشوف يعني أو لك يحس بأشياء أو إلى غير ذلك. إذن تيكون واحد نوع من التأثير اللي هو في أصله ليس بحقيقة. إذن لما الإنسان مثلا تياخد يعني الفيتامينات ديالو الأملاح المعدنية واللي تيحتاجو من التمر، فإنه تيولي فعلا تيحس بنفسه بأنه أفضل حالا، وكيواجه ديك الحالة الغير الحقيقية اللي هي مشابهة للسحر غير الحقيقية اللي كتحصل له من خلال الخوف من خلال التوتر. نعطيك مثال باش نعرفوا بأنه هاد الحالة ديال الهلع والخوف اللي كتجي عند الناس وتحس بنفسه كأنه غادي يموت وكيحس بنفسه بأنه كيرجف وكيحس بنفسه أنه كيتعرق وأنه أنه أنه يعني أمور كثيرة. تيبدا كيقول لك صافي أنا كنحس براسي فعلا ما قادرش ندير شي حاجة، عاجز ومريض وغادي نموت وكذا وكذا. كاين حالات اللي كتوصل بحال هكذا، هذا غادي نقولوا له الأمر كيتعلق بفكرة. شنو هي الفكرة؟ إلا كنتي ناعس وحلمتي، لما كتحلم وكتشوف شي كابوس، لما كتفيق كتحس براسك قلبك تيضرب، تحس براسك معرقتي مخلوع مفزوع، ولكن راه واش كانت حقيقة؟ واش كانت حقيقة؟ إذن ما كانش حقيقة. لكن شنو وقع؟ أنه الجسم ديالك تفاعل مع ديك الفكرة اللي جاته في الحلم. إذن خصنا احنا نصحو مجموعة ديال الأفكار، نصحو مجموعة السلوكات، ونخليو المصادر ديالنا كذلك ديال التغذية تكون متنوعة وتكون نافعة. وحاول أنه تنوع سيدي عبد الله يعني في التغذية ديالك، في الخضر، في الفواكه ديال الموسم، ماشي بالضرورة تاكلوا أي حاجة وكل شيء، لا، خذوا فواكه الموسم، خذوا خضر الموسم. راه الله تعالى ما جعل كل حاجة في الموسم ديالها إلا لأنه الجسم في ديك الفترة كيكون محتاج لها، إلا كيكون إنسان محتاج لها في ديك الفترة، هذاك الشيء اللي خاصه. يعني غيكونوا هانيين ومرتاحين، خذوا فواكه ديال الموسم وخذوا فواكه ديال البلاد، من الأفضل أنها تكون ديال البلاد ديالنا. لأنه الإنسان دائما تيكون في تفاعله مع الأرض ديالو الفيزيولوجيا. يعني الحاجة اللي خلقها إن الله تعالى هنا مثلا راه خلق الناس آخرين في بلاد أخرى واحد شيء آخر اللي هو كيشبه له في المكونات، لكن في الشكل كيختلف، في الشكل كنلقاوه كيختلف. فإذا هنا الله تعالى جعل توازنات لنا، بحال مثلا حبر الرشاد هو عندنا موجود في المغرب معروف، في مصر عندهم مكون آخر اللي هو يا مادة أخرى أو لا هذا يعني ما غنسميهاش عشبة، هي في الحقيقة تشبه عشبة اللي كيكونوا بأنهم نفس عندها نفس المكونات اللي كاينه عندنا، ولكن حنا ما نحتاجوش أن الجرجير
اللي هو الجرجير. ما كنحتاجوش انه ناخذ الجرجير بالضروره. مكونات اللي كاينه في الجرجير كتشبه اللي عندنا في الحرشف او في حب الرشاد. اذا سبحان الله هذه من الامور اللي عندك في ارضك واللي عندك في بلادك واللي كتحتاجها راه كاينه عندك في ارضك وفي بلادك وفي الموسم ديالك. مرحبا معنا لاله ابتسام من فاس. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا لاله ابتسام، اهلا وسهلا. الله يخليك لاله ابتسام، عافاك لما طفي الراديو باش نسمعك مزيان. شكرا. واخا لاله تفضلي. زيدي شويه في الصوت لاله ابتسام، عافاك كنسمعكش مزيان. 29 سنه، جوج وليدات. اها شحال لاله ابتسام؟ كنت 12 عام باش نمشي. 12 عام. عندي وليدات وعندي مشكل راجل. ايه مشكل ما كنتش ضغيط ما كنسمعكش مزيان الابتسام. ممكن انه تختاري شي مكان اخر قبل من نفقدوا معك الاتصال. واخ شوفي مكان اخر الله يعطيك الستر باش نعطيك هذه الفرصه هذه. الو اسمي دابا احسن، يزيدي في الصوت. قلت لك لا ما كنسمعكش مزيان لاله ابتسام للاسف. عاودي تواصلي معنا من شي مكان افضل يكون احسن ان شاء الله تعالى. ناخذ معنا لاله خديجه من الرباط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كي دايره دكتوره؟ الله يبارك فيك لاله خديجه، بارك الله فيك. شكرا على هذا البرنامج. الله يبارك فيك لاله، شكرا لكم كذلك. مرحبا. عندي واحد التساؤل. إيه؟ انا حامات جديده. إيه؟ يلا صافي اناني دابا. عمري 53 عام. بغيت نسقسيك كيفاش نكون حامات صالحه متفهمه، حيت عانيت انا من مشاكل مع الحامات ديالي الله يسمح ليها ولينا جميعا. ومهم بغيت نعيش داكشي اللي عشتو انا، نعيش لولدي ولا مرات ولدي. هاد مرات ولدي كانت اولا سؤال رائع، سؤال رائع وجيد، واول مره تيوردنا سؤال بهذا الشكل هذا. تحيه لك. تحيه لك لاله خديجه، بارك الله فيك. قلت لك مرات ولدي كانت كتعامل عادي، قالت الحمد لله هذا هو النوع نيت اللي كنت كتبغيه، كتجي للدار كتنوض مع بنتي كتشقى، المهم حنا معاونين. انا ولو كنت مريضه كنوض معاها، واخا ملي كتكون هي كنبزز على راسي باش نوض، يعني باش ما تقولكش لا راه خلوني انا بوحدي ولا هادي ولا هادي. المهم كنحاول نشاركهم في داك مثلا طياب جميع هادي، المهم كنخلي ليهم داك شيء قليل ليهم هما. مؤخرا درت واحد لوبيراسيون على المراره وجاني لاغت روز في ظهري، يعني الطبيب منعني باش ما نبقاش نتحرك بزاف. يعني الصحه ديالي شويه دابت. الله يشافيك ويعافيك. امين. بديت كنشوفها هي ما بقاتش زعما كي الاول، زعما تبدلات، ما بقاش ديك زعما كتجي كتنوض وليتي الا قلتي لها ديري شي حاجه ديرها، ما قلتيش لها ما ديرش. وانا ما بغيتش ديك القضيه، ما بغيتش. انا كنقول سي با زين بون عندي انا، ايه ولو انني ان التواجد ديالها يعني كيكون ضروري خصها دير شي حاجه، حيت كاينه بنتي بوحدها وكاينه غير الدراري وكاينه بنتي بوحدها، يعني تعاونت مد. يعني انا حسبتها بحال بنتي. يعني بوسكو راه بحال بنتي، يعني خصها تشارك بطبيعه الحال. انتما مونه وحده في هاد رمضان. كتجي مثلا غتجي هي ولدي ولا شنو، كتجي حتى لا ديغنيغ من تقرب للمغرب. ايوا علاش؟ كتبقى كتنوض يعني غير كتشتغل يعني خدامه؟ نعم خدامه. وي خدامه، ولكن الويكاند راه كاينه الويكاند. وكتجيب شي حاجه في يديها؟ دارها ما غدير والو، يعني كدير شي حاجه في يديها، كتجيب شي حاجه في يديها؟ صغار. نهار الاولى ديال رمضان صوبت وجدات شي حاجه ودرت فيها، قلت لها انت ضربتي التمره لهي وبنتي ضربت التمره هنا، كون جيتو هنايا وتقديتو مجموعين وخدمتو، يعني سي با لابين باش انت ضربي التمره في قنت وهي في قنت. المهم قالت لي ماشي مشكل. المهم ان فوا كيحيد داك الفطور وداك الشيء كتلبس جلابيتها وتمشي تصلي في الجامع.
يعني ما كتفكرش حتى ديك انني غنوض نجمع معاهم الطبله وندير وهادي وهادي وهادي. الوغ بنتي عيات كنقول لبنتي ما تحاسبيش معاها كما كان الحال نعتبروها ضيف جاء لنا خصنا نستقبلوه ونمشي. كنقول انا ما بغيتش نخلق المشاكل لولدي حيت ما نقولكش المعزه ديالو كي دايره هو الاول وتزوج باقي صغير يلاه 28 و الى بيان معايا ومع العائله كلها يعني ما كنبغيش ديك الشكايات مراتك دارت فعلات تركات هذه هذه ما بغيتش نبرزطو في حياته كنبغي كنقول ماكوش انا لا مشكل لا بالنسبه ليه إيه. ومؤخرا فاش مشينا في العيد جمعنا كلنا عند الوالده ديالي في مدينه اخرى وكل شيء واقف تيخدم الا هي كنشوفها تسمد شي حاجه ديال عيد الفطر. نعم عيد الفطر ولا وي عيد الفطر هي باش زعما وصلت انا للطوب باش بغيت نهضر كنشوف كدير شي حاجه وتجلس يعني ماشي البارتيسيب ارو شنو ندير هادي 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 انا كنبغيش غايقولوا على مرات ولدي راها ولا انا ما باغاش نوض حيت كاين حتى عيالات خوتي مجموعين كلشي وكلشي صغير يعني نفس لاج بغيت تشارك دير هادي هادي الوغ واحد المره قالت لي واحد الجمله اللي هي اللي اثرت فيا بزاف قالت لي هي في الحقيقه الواحد ما يبقاش يتعب راسو اشنو غايقول كاع الا مشى عند الناس وما خدمش اشنو غايقولوا عليه معفون مخموج ماشي مشكله ما غيربحش المحبه ديال عباد الله ولكن غيربح صحته اونفير الوغ انا يعني بداو شي حد دخل لها شي افكار ماشي هي هذيك ولا حنا راه العائلات المغربيه فين ما كنمشيو كنمشيو غاديه كنشقاو كنبدو كان يعني لا بريزونس ديالنا ابار الخدمه ولا الشخصيه اللي على برا ولا شنو ولكن حسب عاوتاني حسب ديال العوين تيكون ضروري إيه. متفقه معك يعني هذه كتكون يعني فاش كيكون واحد نوع التواصل زوين وكيكون مثلا ولكن الا ما كان شي كنلمسوا العذر غير لما كان شيء مثلا بحال هكذا نلمسوا العذر. المهم كملي لي دابا حتى انا بنتي كتزاد تشكى كتقول لك ماما جو سي با انا صابون انا ماما خدامه بنتك كتقرا ولا خدامه وي كتقرا كتقرا حتى هي وكتبريباري الامتحانات دونك برسك اون اني دو ديفيرونس ديال لاج يعني ماشي انا ما بغاش نديرها ان بون عندي اصلا ما ساكناش معايا ساكنه ايور يعني غير ديك لا بريزونس اللي مني غتجي ما فيها باس لا واحد واخا ما شنو غيهز قاع عمرو تيقتل الاعصاب ولا نار هما اللي تيقتلوا فعلا انا كنشوف بدات يعني بحال خدات شي قرار انني نكون عندهم ما نشقاش ما نفعلش ما نتركش ما فهمت والو الوغ كون عندها هي انا كنمشي للدار انا براسي واخا مريضه كنوقف على لافابو ندير هادي ونوجد هادي ما عنديش حساب تنقول انا دار ودي بحال داري بحال بحال عادي يعني كنتعامل عادي غير باش تحس زعما وما بغيتش نخلق مشاكل مع ولدي ولو انني لا نفكر في الحل نقول ما تبقاش تجي ديما لا 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 الله يرضي عليك لا خديجه انت مرتاحه حتى شي با حتى نستشر معاك عاد مؤخرا مني قلت لك كانت معنا مع العائله وداك الشيء جبناها وصلناها لدارها هي عاد دزنا حنا لدارنا دخل راجلي لاكويزين عندها ما عجبوش الحال ما عندي الانسمان وانت عارفه راسك تسافري إيه كاين كلتمسوا اعذار لشي حوايج ولكن ما عندي الانسمان ولدي اللي تحرج انا ما شفتش داك الشيء ولكن ولدي تحرج حيت بابا طلب منه كازيه شوف داك الشيء شغلهم لالا خديجه لالا خديجه الله يرضي عليك داك الشيء شغلهم داك الشيء شغلهم سوقهم هذاك ولكن غير انا باش غنصحوا باش غادي ما تنصحيش لالا خديجه الله يرضي عليك لا لا لا, 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 لا اطلاقا لا هو ما تنصحيش الا نصحتي هو تخلقي مشكل وغادي تكوني انت سبب في انه تفرقي جوج الناس على امور اللي هي بسيطه وغادي تحل من بعد انا نقول لك لخديجه ديريها بحال مثلا راه بنتك اللي تزوجات ياك تقول لي لا بنتي ما غاديرش بحال هكذاك شوف لا خديجه لا بنتي ممكن دير داك الشيء كنت مثلا اعدا كنقول انا نفس لاج مع بنتي من الاعدا اللي كنلتمس لبنتي كنلتمسها الله يعطيك صحيحتك الله يعطيك صحيحتك والله يبارك لك في عمرك ان شاء الله دابا شوف البنيات ديال دابا وش غنقول لك حنا عموما كاينه اولا عدم تعود الفتاه على مثلا شغل الدار احيانا ياك كتكون الفتاه ما كانتش مولفه في دارهم او لا ديك شي شويه يلاه يلاه متوسط اذا هما عندهم سنه اولى الزواج راه يلاه ما حيلتها انها غتفاهم مع الولد
مع ولدك مع راجلها، وما حيلتها انها خصها تكون واحد الزوجه اللي هي ربت بيت اللي هي ممتازه، وما حيلتها حتى العمل، ثم ما حيلتها الحاجه اخرى اللي هي اولا كتقلب هي على التواجد ديالها في هذا الشيء كامل، كتقلب على ذاتها، كتقلب على ذاتها. اذا غير خلي لهم الفرصه لاله خديجه الله يرضي عليك. اللي التعامل ديالك اللي غنصحك به دابا هو تعامل غير ديال خلق المحبه والموده، ما تخليش هذه المشاكل هذه ديال شغل الدار وانت غسلتي وانت درتي وانت فعلتي وانت ما درتي شيء هي اللي تخلق بيناتكم واحد المشاكل. انت ديري بلاصتك، هي بلاصه ديال الموجهه الحبيبه، ماشي يعني انت ديك الام، انت اعتبري نفسك بحال راها بنتك. الا تكلمتي معاها ما تكلميش معاها وانت مطعونه ومفقوصه، ولا تكلمي معاها بحال كتهضري مع بنتك. قول لها بنتي الا قالتك مثلا انسان شنو غادي يربح، كيف ما قالت شنو غادي يربح، اللهم يشري راحه راسو، اللهم شنو غيقولوا عليه كاع الناس، الا بقى كسب صحيحته. قول لها اه بنتي الا كان الانسان مريض ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما قلنا شيء. الا كان الانسان عيان جاي من الخدمه ما يمكن شيء، غنقارنوا بين واحد وواحد الاخر اللي كان مثلا ما خدامش شيء نهار كامل، واحد ما خدام شاي او لا خدام نصف يوم او لا صحته حسن من الاخر او لا كذا، فما يمكن شيء غادي نقارنوا بيناتهم بجوج. فكل واحد عنده يعني الخصوصيه ديال الظروف ديالو اللي كتدخل وكتحكم. افتحي معها النقاش كانك انت ام مع بنتها، ماشي انت انك ام ولا حمات مع زوجه الابن. قول لها شغال الدار راه ما تضرش الا كان الانسان مقلق او كان موتر او كان مريض او كان او كان. قول لها بالعكس حنا راه ما كنقلبوش، وشوف عطيها واحد المرجعيه، قول لها ما تنقلبوش على رضا الناس، كنقلبوا على الثواب والاجر من رب العالمين، كنقلبوا على انه لما كتمشي وكتساعد شي واحد وكتعاون شي واحد راه بغيتي الاجر والثواب من عند الله تعالى، ياك. والله تعالى لما كتعاون شي واحد هو ربي سبحانه وتعالى تيعاونك. اذا مشيتي ساعدتي شي وحده مثلا شغل الدار او في كذا او في كذا، ربي غيعطيك القوه باش انت تعاوني نفسك انت في شغالك ديال دارك انت. اذا ثم البعد الاخر اللي غادي هذا الشيء ممكن انها تقوليه لها بطريقه غير مباشره، ماشي في خضم الموضوع، ماشي بالضروره حتى تذكر الموضوع، لا، غير هذا الحوار وهذا الخطاب هذا يكون حاضر في المفاهيم ديال الانسان كلها في تعامله مع الحياه. لما كتعاون واحد اخر راه كتخلق بينك وبينه واحد الموده واحد الرحمه. اذا هنا كنكون سبب انني كنربط علاقه اخوه ومحبه اللي كتجمع بين جوج الناس محبه الله تعالى. اذا هذا بعد، هذا البعد راه مهم ومهم بزاف. ثم باش ما كيبقاش الانسان فيه واحد النوع ديال الانانيه، لا علاش هو ما دارش، لا انا اللي ندير، لا هو ما دار شيء ما نديرش انا، الى غير ذلك. كتبقى هاد الامور هذه، ثم خليها الى مثلا كاين عندها شي مشكل، شي حاجه لاحظتها ربما هي قبل. انت ما كتكونيش معاهم في الكوزينه لاله خديجه، ما كتكونيش معهم في الكوزينه لما كتكون بنتك مع مرات ولدك. يقدر يكون بنتك دارت شي تصرف ماشي هو هذاك، يقدر يكون بنتك قالت لها شي كلام ماشي هو هذاك، ما بقاتش بغات هي اصلا حتى تكون معها في الكوزينه في بلاصه وحده. تقدر مثلا شي شوفات ماشي هي هذيك ناقصين ما عجبتهاش، تقدر عيبت لها شي حاجه دارتها، غسلت شي ما نقول لها ما غسلتيهمش مزيان، صوبتي شي حاجه لا ماشي هكذا خصها تصاوب. تقدر تكون شي حاجه طرات بلا خبارك انت وانت غتعرفي بنتك اكثر، اللي هي ربما خلات زوجة الابن انها تفادى انها تكون مع بنتك في نفس المطبخ، يعني ما تجلسش معاها في هذا. لهذا لما هذا اقول يعني احتمالات، وبطبيعه الحال الاحتمالات خصنا نوضعوهم دائما، لاننا مبادئنا الاسلاميه كتقول لنا التمس لاخيك 70 عذرا. فلما زوجة الابن ما جات شي حتى لاخر لحظه، وجات محمله، ويعني صوبت بحال راها صوبه فطورها في دارها، بحال مصوبه فطورها في دارها وجابت، هذا امر كتشكر عليه صراحه، يعني انها دارت مجهودها وكذا وكذا وجابت. شنو قلتي لها انت؟ قلتي لها واجي بنتي انت صوبتي وهي صوبت، هي مره اخرى جات ما مديره حتى شي حاجه، جات من الاخر يعني فهمت، كانها بحال عفيتيها انت قلتي لها اللهم جيبوا يعني التقديه بجوج بيكم، هي ما بغاتش تجيب التقديه وتجلس كتصاوب معاكم في الدار، ربما ما كترتاح شيء مع بنتك، لان خصوصا فاش يكونوا الاقران، قال غيره الاقران اشد من غيره النساء،
غيرت الأقران حتى في طلب العلم. شفتي الناس وحتى الناس ديال التدين تيكونوا في طلب العلم وتيكونوا في الدراسة أحيانا تيكون عندهم واحد الغيرة شديدة من بعضهم، فكيقولوا العلماء غيرة الأقران أشد من غيرة النساء. إذن اللي مطلوب هو أنه مدحيها في أي عمل دارته، خليها تصرف معك تصرفات اللي هي عادية، خليها تصرف معك تصرفات اللي هي مقبولة، أعطيها تقديرها وأعطيها اهتمام. نقول لك واحد الحاجة اللي هي مهمة كذلك، بنت أو السيدة اللي يلاه تزوجت هذه عام، أشنو كتبغي؟ أرى ما كتبغيش اللي مدحها فقط غير في شغل الدار، لا، كتبغي اللي مدحها في جمالها، اللي كيمدحها في لباسها، اللي كيمدحها، هذه طبيعي عادي للأنثى، كتبغي أنه تقديرها من طرفكم يكون على هذا المستوى، انكم تقولوا لها تبارك الله عليك جاتك هذه غزاله وانت صلع نبي عليك زوينه وانت ما شاء الله وبنت الناس وكذا وكذا، بقاي تجريها عندك بهذا الكلام. هذا هو نوع ديال الحاجه ديالها النفسيه الان في هذه الفتره. شفتي العروس المراه لما كتزوج ولما كتكون في الايام الاولى كتبقى كترقب من عائله راجلها شنو غيقولوا عليها، كتجي لابسه مزيان ومقاده ومصيبه ومتوله، كتبغي ديك الكلام الزوين، كتبغي تحس بانهم راه كيشوفوا فيها نظره اعجاب، وماشي غير نظره اعجاب ويتكلموا على مواضيع اخرى، لا، كتبغي انهم يركزوا على داك الحدث، حدث ديال زواجهم، حدث ديال علاقه ولدهم بها، حدث انهم حسنوا الاختيار، حدث انها بنت ما شاء الله غزاله وزوينه وكذا 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 وكذا. يعني كاين واحد النوع ديال تسليط الاضواء لاله خديجه، باش ربما هي ما شافت شيء منكم هاد تسليط الاضواء، ربما اقول ما شافتش هاد تسليط الاضواء، وهذه تنقولها يعني لجميع الناس انهم دائما العروسين تسلطوا عليهم الاضواء، تيبغيو انهم اللي يهتم بهم، اللي حنت علاش يكون عندهم واحد الفتره تحوليه ماشي سهله من فتره العزوبه الى فتره الزواج. وبزاف الناس ديال العرسان كيجيهم حالات اكتئاب، كتجيهم حالات اكتئاب مع الزواج، مع بدايه الزواج. فاذا خليكم ماشي تطلبوهم بانهم يقوموا بمسؤولياتهم، لا، عطيوهم نتوما اولا الاهتمام، ساعدوهم، قولها بنتي شفتي تكون مثلا بعض المرات تقولها سمحي لي بنتي شقيناك، الله يعطيك الصبر عرفتك هذا شقيناك، سمحي لي، شفتي واخا ما دير والو غير قول لها سمحي لينا، انتي غادي تخليها يعني كتصطم في جليلها، انتي قول لها سمحي لينا وقوليها بصدق، لانه اولا راها كتبقى ضيفه، نعم انها خصها تساعد وخص يكون عندها المبادئ وخصها كذا، ولكن تقدر تكون شي مشاكل عاوتاني مع الزوج، تقدر تكون عاود مثلا تقدر تكون في حاله حمل، يقدر يكون شي مشكل اخر، يقدر باقي ما استأنسات، يقدر اصلا ما عندها شيء هذه الخلفيه اللي عندك انتي. اذا ما فيها بس واحد الحاجه اخرى، قول لها الله يرضي عليك بنتي لما ديري لي هذه، الله يرضي عليك بنتي لما ديري هذه، ما تعتبريش بان ذلك الامر واجب. شنو هو اللي واجب؟ واجب هو انه تقوم به في دارها، نعم انها لما كتجي للدار عندكم راها كتولي حتى هي مسؤوله على راسها وعلى زوجها، يعني خصها تخدم زوجها وخصها تخدم يعني من باب التودد وهذا 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 بحسب الاستطاعه، ولكن في نفس الوقت هي كيف ما قلت لك باغا تحس بانها راه ضيف مكرم، لانها كتبقى زوجة ابن، ويلاه في السنه الاولى، هاد السنه الاولى الله يرضي عليكم خليوهم في الفتره اللي ينسجموا بعدا غير مع بعض، ياسم شفتي لا سلكوا غير راسهم، وما تزيدوهمش نتوما بالمشاكل، وما تزيدوهمش بالملاحظات، وما تزيدوهمش بالتنقيص او بشي حاجه، راه كسبتوا واحد الاجر وثواب لله تعالى اللي غيجازيكم عليه، بالعكس عاونوهم، بالعكس علموهم، حنوا عليهم، حاولوا بعدا، لانه هما همهم الاكبر دابا شنو هما، هما انهم ينسجموا مع بعضهم، قد ما عاونتهم ينسجموا مع بعضهم هذيك الامور ديال شغل الدار وديال المسائل وديال كذا وديال كذا غادي تجي من بعد ان شاء الله. وما فيها بس انه البنت ديالك حتى هي تعتبرها كانها ماشي زوجة اخ، انها صديقه، انها حبيبه، اجي اختي نقول لك، اجي نعاود لك، اجي هادي، اجي حدايا كوزينه نهضر انا وياك، قول لها غير جلسي تبغى تعاونها، تقول لها غير جلسي نهضر انا وياك، ربما المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه تقدر تبدا تفهم بعدا نخلقوا واحد العلاقه وطيده هي الاولانيه، عاد نشوفوا من بعد ديك شغلات ديال الدار، عرفت الله يحسن عونك، انت مريضه وانت كتحتاجي بنتك حتى هي بوحديسه وكذا، هذا الشيء كله عرفته، لكن احنا تنهضروا على امور اللي هي تاسيسيه اللي غتخدمنا في سنوات من بعد، غنصبروا واحد المده قليله دابا ولكن غتخدمنا من بعد، شنو اللي احسن؟ نصبروا واحد المده وناسسوا العلاقه لطيفه غتولي هي تحماق تجي عندكم، تولي هي تحماق تجي تدير عليكم تعاونكم في الشغال وتدير وتدير وتدير، اولا نبعدوا الهوى ونقطعوا الصله وتكون مشاكل، غيولي الانسان كيف تنقولوا لذيذ الحبل الملوك، اذا كيولي لهدي لهدي غير
اذا من خليها بغات خليها على خطرها بغات توجد في دارها وتجيب لكم مرحبا ما كاين حتى شي اشكال ما تدخليش الله يكرمك لا الله يفتح عليك الله ينورك والله يشافيك ويعافيك ويعطيك صحتك ان شاء الله مرحبا معنا ام محمد من مدينه الدار البيضاء الو السلام عليكم الو السلام عليكم ام محمد معنا ام محمد الو الو كنسمعك نعم لاله مرحبا بك معي دكتورة ياك أيه لاله مرحبا بك غير أستاذة غير ما تحلب الله يبارك فيك أم محمد بارك الله بارك فيك الله عليك وعلى تحليلات ديولك وعلى الكلام ديالك الطيب وكيفاش كتدخلي النصيحة وكيفاش كتوصليها ربي يخليك أم محمد الله يكبر بك أختي مرحبا دكتورة بغيت غير نهضر معك على واحد الولد عندي عنده 26 عام أيه ودابا هو باقي في لافات كيعاود كل مرة كيعاود وبقي ما دارش حتى شي حاجه ودابا هو الطبع ديالو ملي كنهضر معاه بحال ما تيتقبلش مني انا شي حاجه بحال ما كنصحو داكشي ما كيتقبلش مني وسميتو شنو قلتي كيقرا ولا خدام ها شنو قلتي تيقرا ولا خدام لا في بلافاك باقي ما تخرج لا في بلافاك هي كليه باقي في الكليه باقي ما كملش وملي كنسولو انا ما تيقولش ليا يقدر يقول واحد اخر ما يقولش ليا درجة أنا واحد المرة خدم مع شي واحد في شي حاجة بحال مطعم وما بغاش يقول لي راني مشيت خدم غير شي حاجة وخرج دابا أنا الحاجة اللي كتخصو ما كيبغيش يقول لي ماديا ياك أه؟ واش ماديا من فلوس لا ما ماديا أنا من مع بواه بواه إلا بغاش حاجة أيوة. كيعطيه هو منبلي ما فيه حتى شي حاجه ما كيدير حتى شي حاجه الصلاه كيصلي ولكن بعض المرات حتى كنقول ليه انا يا صلي بحال دابا الظهر والعصر نبو كيقول لي صافي انا غنصلي صافي انا غنصلي وكيصلي زعما دابا انت بغيتي لاله ام محمد انه يبقى يستشر معاك في كل شيء بغيت دابا غير مني نهضر معاه دابا هو طبيعته ما كيتحملش مني انا باش نهضر معاه ما كيتحملش هو زايد على البنات وعندي ولد صغر منه ولكن هو خوه مساجم وياه فاهمني ومني كنبغي نهضر معاه انا لدرجه ملي كنبدا نهضر الا جبدتو كان عندي شي واحد في العائله وهضرت عليه كيقول لي ماما ما تهضريش عليه اييه ما تيبغيوش محمد ما يبغيش ما يبغينيش نهضر عليه ولا تسمعني بحال دابا خرج الباب كنعيط عليه كيقول لي يطل واش كيشوف شي واحد كيفاش كنغوت كنعيط عليه بس. سميتو قلت لي فهمت فهمت عرفتي شنو دابا ام محمد دابا هو كنتي محوطه عليه كنتي شويه لا انا بالعكس انا مني تزاد على البنات ما جاتنيش ديك اللهفه ديال الاول وريه تماما يعني قصدت محوطه عليه ماشي قصدت بانه لا قصدت بانه كنتي متحكمه شي شويه اولا مهمله لا مني تزاد هو وزاد في واحد الظروف ديك الظروف خلاتني انا ما تقبلتوش يعني وقع لي شي حوايج وشي هضره مع يعني البنات وقعت لي شي هضره لدرجه اني مني تزاد بغيت يتزاد ولد ولكن ديك الطريقه باش اني نكون باغاه ودايره وكان اذا هادشي اللي فهمت بانه هو تقدير لذاته شي شويه ما غنقولش ناقص ولكن من اتجاهك انت بمعنى هو ما بغاكش بقيت تحسيه كانه داك الطفل كانه انت وصيه عليه فاش كتعيطي له كيبقى يشوف ياك كيشوف ياك ما تي شي واحد اولا لان ربما فيها انت كتبقي تغوتي هو ما تيحمل شيء انه ربما انسان اللي تيكون هو شويه هذا وتيبغي اللي تيهضر بشويه وتيبغي اللي هذا وتيبغي واحد النمط معين في الحوار اولا في الخطاب ككل ما تيعجبوش الحال انه انت ترفعي صوتك هكذا في الزنقه ولا في مع الجيران ولا كذا هذه وحده ثانيا ممكن انه ما تيبغيش يحسسو شي واحد بانه راه مو متحكمه فيه ممكن اولا دابا كنكون دكتور سمحي لا كنكون غدا معاه بحال دابا في الزنقه بغيت نقضي شي غرض ولا شي بحال دابا يخصو يسبقني تماما هو مرضي و ما يبغينيش نتقلق عليه ولا تقلقت عليه كيجي يبغي يبوس لي يدي ويقول لي سمحي غير الطريقه ديال بحال هكا بعض المرات كيعصبني وقلت ليه واحد المره غادي تخليني تندعي عليك دبر راسك لا الله يرضي عليك الله يرضي عليكم محمد لا حيت بعض المرات كيشير شي تصرفات كتخليني نتقلق عليه وعاود تنقول ثاني عاود بلا مشطر بلاتي ام محمد غير باش نفرقوا كاينه واحد الحريه واحد الهامش الحريه اللي خصو يكون عند الوليد ما تكونيش انت وصيه عليه في كل شيء
الامور لحد الان اللي كتقلقك باقي ما مكتملاش باش تاخدي من هذا الموقف هذا باش تقلقي وباش تخافي؟ انه يستشر معك في شي حويجات، هو كيشوفك بانه انت ماشي دائما اهل بانه يستشر معك، ماشي تنقيس ليك، لا لا لا، حين تفكيره هو كشاب اللي عنده 26 سنه او 28 سنه 26 سنه، هو تفكيره خصو واحد اللي يكون من نفس المستوى ديالو او لا يكون عنده اهتمامات لمشابهه ليه، او لا يكون في واحد النمط اجتماعي اللي تيحس به بانه راه فاعل. اما بالنسبه للام وتيقول لك يعني ام وجالسه ربما في الدار وما فاهمه شي حويجات، كيفاش غنستفد منها انا؟ اش غنستشر معاها؟ فهمتيني؟ اذا انت اللي مهم عندك شنو هو؟ هو ربط صله جميله مع ولدك فقط، ربط صله اللي هي تكون فيها واحد المحبه، تكون محبة قائمة، وحيدي منها باش تكون محبة، حيدي منها التهديد. ما تخليش علاقتك مع ولدك هي مبنية على السخط وعلى الرضا، وعندك راسير وطلعتي لي الزعف هذه المرة غادي ندعي عليك. لا، اشنو غيحس هو؟ يحس انه كأنك كتكرهيه. انت راه ماشي كتكرهيه، انت راه بغيتي غير باش يبر بيك، ولكن هو شنو بالنسبة له يقدر يفكر بأنه راه انت بحال راكي كتكرهيه، اذا اجي هذه المرة غادي ندعي عليك ولا غنسخط عليك ولا. الله يرضي عليك ام محمد. احساس ديال الطفل او احساس المراهق بالام ديالو هو احساس مرتفع جدا، بمعنى هو راه حس بانه في فتره من الفترات لما هو تزاد ولما هو كان باقي صغير انه انت ما كنتيش مستعده لهذا الحمل، ربما ما كنتيش مستعده لهذه الولاده، او لا كانت شي ظروف اللي خلاتك انه بعدتي على ولدك. اذا الان فرصه في انه تقاربي انت وياه، شاركيه اهتماماته، خلي نفسك كذلك في موقع الدفاع عليه. الا جا شي واحد مثلا بغى يأذيه الى كذا الى كذا، انت خلي نفسك في موقع الدفاع باش يحس. اشنو غيحس؟ يحس بحبك، ولكن ماشي مبالغه بطبيعه الحال، واحد الشكل مبالغ فيه حتى تحسي كانه طفل او كذا. لا، هو شاب، لكن دافعي عليه في شي حويجات. لما تهضري عليه هضري عليه باعجاب، هضري عليه بتقدير قدام الناس، ماشي تبقى تقول ما عرفتي شنو راه مشى دار مع داك صاحبو وخسروا ديك القضيه، واش شفتيه عييت من تبرع فيه، عييت من نقول له كذا، عييت. لا 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 لا، هادشي ما تيبغيوش الشباب، انه غتبداي تفضحي له اسراره مع الناس ومع العائله ومع الاصدقاء، وكتنقصي منه، كيبدا كيحس براسو بانه دون مستوى. لا، الا تهضرتي معاه أو هضرتي عليه عفوا قدام الناس، هضري وانتي كتفتخري به، ذكري المناقب ديالو، ما شاء الله ولدي تبارك الله عليه وصل عنبي، راه هو تيقرا مسكين، راه هو داير مجهوده، راه هو في الكليه دابا، ربي الله يعاونه، الله يستر ليه، الله كذا، مرضي كذا 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 كذا. اذا تذكري فقط المناقب، ذكري فقط الامور اللي هي ايجابيه فيه، هنا غادي يكون مرتاح معاك، وغادي يحط عليك الراس من بعد الا كنتي انتي محتاجه الى انه يحط الراس، وان كان ما غاديش يحط راسو عليك 100%، ما يمكن شيء، لانه هو اولا ذكر وانتي انثى. ثانيا وماشي بالضروره، حيت كاين واحد العلاقه احيانا تكون بين ذكر وبين انثى، يعني بين ولد وبين مو، كتبقى مستمره الى ابد الابدين. هذا امر جيد ورائع، ما تنقولوش انه ولد مو حيت هو عنده علاقه طيبه مع مو، لا ابدا. تخلقات هذه الكلمه ديال ولد مو لما كيكون واحد الافراط او لا تقصير كذلك في تعامل الزوج مع زوجته، في مقابل تيكون فيها ارضاء فقط للام، وتيكون تنقيس من الزوجه ولا من المراه ممكن. لكن الا كانت العلاقه طيبه مع الام فهادشي اللي بغينا حنايا، حنا هادشي اللي بغينا. اذا هنايا حاولي انه دائما تقديرك ليه يبقى حاضر، ديما انك ترضي عليه، ديما انه تقولي له كلام اللي هو جيد ومزيان، ديما تقربيه منك حتى جسديا، قلتي كيجي كيبوسك هذا ماشي غير في الوقت اللي بغي يعتذر منك، لا، حاولي انه يبوسك، يكون واحد النمط واحد الاتيكيت اللي عند الاباء مع وليداتهم دائما، انه يسلم عليك في الصباح، انه يقول لك صباح الخير، انه في المساء حتى هو يقول لك مساء الخير او السلام عليكم او لا، هذا انه يكون واحد الصله جسديه، يعنقك يسلم عليك على الاقل هكذا بالوجه، يعني او لا يبوس لك راسك او لا يبوس لك يديك او لا. المهم تكون واحد الاداب اللي كنعرفوها حنا المغاربه وكنعرفوها حنا المسلمين، وخصنا نحتفظوا بها وخصها تبقى. ويلا شفتي انها ما كايناش منه
ما فيها بس انه انت يعني كأم انت اللي غتقربي وانت تعلميه هذه الامور. اذا حافظي وما تنتظريش منه انه دائما غادي يستشر معك جميع الامور. قول له انا ولدي قول لي عندك داك المشكل اجي نقول لك عاتي تمشي عند فلان فلاني راه هو يقدر يعاونك. انت اقترحي عليه شي اشخاص ماشي بالضروره هو يحس بانه انت اللي كتعطيه الفيفر وانت اللي كتعطيه الاذن باش يمشي يستشر مع فلان او لا باش انه يحس بانه راه انت وصية عليه. حيدي الوصايا اللي عليه حيديها حسي برجولته بمكانته وانا داك ان شاء الله الامور تكون احسن وتكون افضل والامر عادي جدا. معنا للا سناء مقنطرة. الو السلام عليكم. سلام دكتورة لاباس. مرحبا بك الله يبارك فيك. لاله ربي خير. الله يبارك فيك. انا صحنا بزاف. الله يكبر بيك للا سناء ربي يخليك. مرحبا بارك الله وسهلا. فيك دكتورة الله يخليك. امين شكرا لك. عندي جوج ديال التساؤلات الله يخليك. اييه تفضلي. بالنسبه للنساء ديالي وحده بالنسبه ليا انا. مرحبا تفضلي. البنيته ديالي هي شويه عنيده وفيها الهضره بزاف. ملي سمعتها كتبقى تعاودها. شحال عندها من عام؟ كتبقى تعاودها ولا شحال عندها من عام لالا؟ عندها 3 سنين. وبالنسبه للتساؤل ديالي انايا انا عصبيه بزاف وديما عايشه في خوف ما مرتاحاش. مناش كان عندي خوف الموت غيموت شي واحد من العائله. سبق لينا ديجا ربات بيت وتوفى لي الوليد ديالي كان عنده 8 شهور. اييه شي 3 سنين. اييه ومن مورا الله يعوضك خير ان شاء الله. هذاك من رايحين الجنه ان شاء الله تعالى. ما تعتبريهاش خوف وما تبقيش خايفه بالعكس هذاك مكسب عطاه لك الله تعالى. جعل لك ليه داك السبب اللي كيبان لك شويه راه قاصح وقاسي يعني حديثه لكن الله تعالى جعلوا لك سبب لانه تيبغيك وبغى يطمئنك في الجنه. طمئنان حيدوا لك هنا ربما في هذا الاحساس هذا ما حيدوش لك حاشا ولله. يعني المقصود انه حسيتي بانه تحيد لك لكن عطاك ربي واحد الامن والامان في جنه النعيم. داك الوليد ان شاء الله تعالى هو اللي غيشفع لك في جنه النعيم. يعني عندك انت كارت ديال الامان مطبوع. نعم لالا سناء تفضلي. اي دكتوره المهم هادشي اللي كاين يعني كما قلت لك في الحياه ديالي ها كنكون شويه مزيان وهذا ولكن كنبغي نخرج ولا عادي صافي كيتزير ليا الخطر ديالي كنقول غنسمع شي اخبار ماشي هو هذا غادي طرا لينا شي حاجه. ايه انت ما كتشتغليش ربات بيت لا سناء ياك؟ شحال عندك من عام؟ كنت ديجا كنشتغل ولكن من بعد مني ولدت هادي صافي جلست من الخدمه مني ولدت الوليد الاول. الوليد الاول اللي هو اللي توفى ياك؟ كان بقى ما عنديش هاد البنيته اللي عندها دابا 3 سنين. واخا لالا سناء يعني فاش وقع الحادث كيفاش تصرفتي انت من بعد؟ اولا كيفاش تصرفوا معاك الناس اللي هما مقربين لك؟ ظروف داك الحدث يعني من بعد منه شنو وقع؟ لقيتي ناس اللي ساندوك مثلا انت تقبلتي الوضع حاولتي انه تنساي شنو كيفاش عشتي؟ عشتي جزع ولا عشتي قبول ولا شنو حصل؟ ما تقبلتش الوضع وما نسيتش حتى زادت عندي هاد البنيته. عاد علاش ما قبلتيش الوضع سناء؟ علاش لالا؟ ما عرفتش. واش كتحسي بنفسك انه انت مسؤوله؟ ما كنتش متوقعه ولا ما يطرا داك الشيء هكذاك. شكون اللي كان معكم في السياره؟ كانت الوالده ديالي وكان راجلي والاخ ديالو. والده راجلك والاخ. حتى واحد الحمد لله ما وقع له حتى حاجه. كنت انا تضربت في وجهي شويه وهذا الوالده حتى هي كانت تهرسات ووجهها حتى هي تضربت فيه. والزوج ديالي والاخ ديالو تضرب شويه. الاخ ديال راجلي في رجله والزوج ما وقع ليه. الوليد شكون اللي كان قابطه ولا كان صحه؟ الوالده ديالي. هكذاك واخا لالا سناء نجاوبك ان شاء الله. مرحبا بارك الله فيك. مرحبا لالا. بلاتي لالا سناء شحال هذه باش وقع هذا الامر هذا؟ دابا تكون شي ربع سنين. ربع سنين صافي واخا لالا سناء مرحبا. شكرا بارك الله. العفو. مرحبا لالا سناء اهلا وسهلا. هو لما كيحصل يعني كتكون احيانا فاجعه بالنسبه لشخص معين حصلت وكتكون واحد المصيبه حصلت وسميتها مصيبه لانها مصيبه الموت كيف ما سماها القران الكريم.
الله تعالى علمنا أنه لما كتحصل مصيبة تنقلوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، شنو المقصود ديال هاد الآية الكريمة وشنو المقصود ديال هاد الدعاء اللي في هاد الوقت بالضبط وفي هاد المصيبة الموت بالضبط بالخصوص، يعني اللي هي أصل في هاد التشريع هذا أو في هاد الحكم هذا أو في هاد الدعاء هذا، ومن بعد ولا ممكن أن نديروا لواحد نوع الإزاحة على جميع المشاكل وجميع المصائب. حتى أن السلف يعني كانوا كي إلا طفات له غيش معاه أو لتقطع له الحذاء أو لكذا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله هنا كتعطيك واحد المفهوم أننا إحنا كلنا لرب العالمين، إنا لله، إحنا كلنا ملك من؟ ملك ملك الملوك سبحانه وتعالى. إحنا كلنا كيتصرف فينا الله تعالى وكيتصرف خلقه عز وجل كيف ما يشاء لحكمة أرادها الله تعالى، فكيكون كل شيء لمصلحة الإنسان، لأن الله تعالى ما خلقنا على وجه البسيطة إلا ليكرمنا، ما خلقناش ربي عز وجل باش يظلمنا حاشا ولله، ما خلقناش الله تعالى باش أنه يعذبنا حاشا لله، وإنما خلقنا الله تعالى باش كان يوضعنا في واحد النوع ديال الامتحان. وكان كتعرفوا الحدث كيفاش وقع لما كان آدم عليه السلام في الجنة ونزل الأرض لما وسوس له الشيطان وكذا وكذا وكذا، وكان حضروا الله تعالى من الأمر، لكن وسوسة الشيطان غلبات ربما من حيث أنه الاستجابة ديال آدم عليه السلام لأنه بشر، تبقى أنه بشر، فأنا ذاك نزل الأرض وبقات الصيرورة ديال الأمور بحال هكذاك. لكن الموعد ديالنا خصنا نرجعوا للأصل ديالنا اللي هو جنات النعيم. إذا الله تعالى كيهيئ لنا في هذه الأرض من الأسباب ما يجعلنا نعود إلى الموطن الأصلي اللي هو جنات النعيم. إذا الله تعالى كيف ما قلت لك لالا هيئ لك هذا الحدث هذا باش كيطمئنك بأنه ذيك الوليد كيمشيو، كنعرفوا أنه الأطفال الصغار تيمشيو مباشرة للجنة وتيكونوا رايحين الجنة وتيكونوا هما سبب بأنهم يخرجوا والديهم حتى من العذاب، وتكونوا هما سبب أنهم تيدخلوا مع والديهم وتيدخلوهم لجنة النعيم. إذن ما كيقدروش يستقروا في جنة النعيم حتى كيخرج لهم الله تعالى والديهم وتيدخلوا معهم يديهم في يدهم. إذن هذا واحد الكارت ديال الأمان اللي عطاه لك الله تعالى. اللي خصك تقبليه هو أنه الحياة والموت بيد الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا بنفسنا غادي نرجعوا لله تعالى، غير كل واحد والأجل دياله، كاين اللي كيوصل الأجل ديالو اليوم، كاين اللي غدا، كاين اللي بعدو، كاين كلنا العود إلى الله عز وجل وكلنا غنرجعوا لرب العالمين. إذا إلا خديتي هذا المفهوم هذا غتاخدي معاه قبول ديال الوضع بأنه ما كيناش حياة أبدية على الكرة الأرضية، ما كاينش شي واحد اللي تيعيش مليون سنة في الأرض، ما كاينش شي واحد اللي تيعيش يعني حاليا وتيبقى مستمر وما كتكونش عنده حالة وفاة الانتقال. شوف الوفاة هي حالة انتقالية، ما تعتبروش نهاية العالم، لا لا لا، لما يتوفى الإنسان كيستمر يعني بحال واحد المحطة ديال التوقف، بحال فاش كننعسو، كننعسو بالليل كنرتاحو وكنعاود نفيقو في الصباح، كذلك الموت تنغمضو كننعسو وكيمشي الإنسان الروح كترتفع عند الله باش تعاود يحيا مرة أخرى في البرزخ وفي الآخرة. إذن هنا تقبلي الأمر بأنه أجل هذاك الوليد انتهى في ذلك الوقيتة. اللي مطلوب منك هو أنه تقبليه، تقول إن لله وإن إليه راجعون. نعم ولدك وكبتك وهذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل، أجل انتهى، انت بقت عندك الأعراض، الأعراض الخوف حين أولا كانت يعني كان ذاك الشوك، كان ذيك الصدمة، ثم ما تفعلتيش مع جسمك من بعد، ما حاولتيش تريحي جسمك من بعد، ستكون دقات القلب لأنه الأدرينالين كيتفرز لأنه حالة ديال الخطر. ولكن الإنسان لما كيبقى في مستوى التوتر نفسه كيبقى عنده ديك التوتر حتى كيولي متشرب، حتى كيولي كأنه سيمة ديال الشخصية، اليوم غدا متوتر، اليوم غدا متوتر، اليوم غدا خايف، وعلاش وقع ليا هكذا، وقع ليا داك الشيء، تأثرت وكذا، كيبقى يخمم في نفس الحدث. في حين أنه لو قبلوا وستوكاه، قبلوا وسدوا في واحد الملف بأنه هذاك إرادة الله وأنا انتهيت خارج منها، أنا ما عليا إلا نقبل الوضع، أنا داك تيكون إنسان يعني مرتاح. لهذا الله تعالى عطانا الذكر ديالو، الذكر ديالو تيهبط من مستوى ديال الأدرينالين، تيخلي الإنسان تيتفرز عنده هرمونات أخرى ديال السعادة وديال الفرح، وقد ما تفرزت هرمونات ديال الارتخاء وديال الاسترخاء وديال الراحة، الدوبامين، السيروتونين وغيرها، فكيقل إفراز ديال يعني الأدرينالين كيف ما قلت. إذا اللي عليك لله في هذه الفترة هو أنه تكتري من شرب الحساء ديال الشعير،
حسواد الشعر يعني التلبينه اللي وصى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان دائما اذا ما كان يعني كانت وفاه في شي بيت يقول لهم صنعوا لهم تلبينه. اولا كيكون شي واحد مريض انت دابا في حكم المريضه وعندك واحد حاله الخوف تشربي التلبينه بلا قياس دائما في الصباح وفي عشيه وفي كل وقت غترفع لك معنوياتك وغتخليك مرتاحه. ثم شوفي الا كانت عندك اون كارونس اليمونتير يعني واحد نقص ديال الفيتامينات حاولي انهم تعوضيهم تاكلي يعني فيتامينات متنوعه. كلي التمر قوي الجسم ديالك باش تقوى النفس ديالك. ثم عليك بشم الهواء، الهواء ضروري بشكل قوي، الاكسجين تحصلي عليه باش دماغك غيرتاح وقلبك يرتاح، والمغنيسيوم وغيرها وغيرها. ثم ديري جلسه ديال استرخاء يوميه. بنتك لالا تصرفها عادي، انت اللي نظرتك الى الامر اللي هي غير عاديه. بنتك ماشي عنيده، بنتك الا بقات تتكرر شي حاجه انت معاك تحسي بالضغط ما كتقبليش ديك الوضع. اما هي بالنسبه لبنيتها عندها 3 سنوات ما كنقولوش عليها الان انها عنيده، العناد ما كنقولو حتى بين 4 سنين 6 سنين، وعناد الاطفال يعني سهل التعامل معه. اللي مطلوب هو انه انت تغيري الجو، اللي مطلوب هو انه تغيري اهتماماتك، ديري اهدافك المستقبليه على مستوى الاسره ديالك، على مستوى قرايتك، على مستوى تربيه بنيتك. تقري كتب في التربية، حاولي تسمعي برامج في التربية. ثم كذلك أنه حاولي أنه تغيري الأحداث اللي عندك حالية آنية، يعني ديري علاقات مع جمعيات، مع أصدقاء، مع بعض الحرف اللي تعلميها، رياضات، خلقي مجموعة ديال الأنشطة في حياتك وغتلقاي هذا الخوف تيزول. إلا إذا كان هذا الخوف مؤثر عليك بشكل كبير جدا، ماكلتك مثلا أولا ضعفيتي بزاف أولا الليل مكنتيش كتنعسي أولا كذا، فممكن أنه تكون عندك واحد المساعدة طبية، وإن شاء الله نتمنى لك شفاء العاجل بإذن الله. وشكرا لكم مستمعينا الكرام على متابعتكم وعلى تواصلكم معنا. شكرا لله وفاء كنتي معي في إخراج لله سميحة في استقبال المكالمات. دمتم في رعاية الله وإلى يوم الأحد إن شاء الله على الساعة 10 صباحا مع سيدة النساء.